الريحة بكل عناوين الإبداع انبثقنا، وعبر الأثير إلى العالم انطلقنا، فنحن صوت الجيش العراقي، قسم مسرح وإذاعة وزارة الدفاع، وإن جاء تأسيسها حديثاً لكنه انطلق من قمة عطائها الفني والإعلامي، أعمال مسرحية هادفة وتمثيليات وفواصل إذاعية توعوية، برامج إذاعية متنوعة، تواصل دائم مع الحدث، تقوية أواصر العلاقة المتينة مع المقاتلين والمواطنين على حد سواء. مسرح وإذاعة وزارة الدفاع، صوت الجيش العراقي وصورته الجميلة.